زوكم اليوم البحجلة ونعملوا تنجيزة للسوق، وين موجود مراسلنا الحبيب الغذاوي في بوان مارشي. وتوا لبوان مارشي. صباح النور الحبيب. صباح النور نجلة، صباح الورد والياسمين لكل متابعين حياة افهم. شكرا ليك. شنو هي الحركة في سوق بوحجلة، وهل زعما اليوم المواطن نجم يهزك القفيفة ويعبيها ولا؟ والله الحركة كما تعرف السوق الأسبوعي ببوحجلة هو ديما سوق كبير، فهمتني؟ نسبة السكان كبيرة برشا، ويجونا حتى من نصر الله ومن الشرارت ومن المهيري يتسوقوا في السوق الأسبوعي ببوحجلة. بالنسبة للطقس، طقس ربيعي اليوم يشجع على التسوق. باهي، وعندنا ديما المشكلة الأولى والأخرانية أختي في السوق تاع بوحجلة هو الغياب تام للمراقبة الاقتصادية. ديما المراقبة الاقتصادية كل جمعة نحكوا عليها. نفس الموضوع ونفس الحكاية نحكوا عليها. باهي، نمشوا للأسعار. عندنا الفلفل ب 3000، عندنا الطماطم ب 2500، عندنا الجلبانة 4500. بطاطا 2000، فول 2000، بصل الربطه ب 15%، الطمطم 3800، شروبو عصير 2200، الحلو 2800، تفاح 6000، فناريا الربطه بدينار، لفت الربطه ب 15%، بسباس كيلو بدينار، البنان ب 9500، المعتنوس الربطه ب 500، والسلق الربطه ب 500، اللحوم الحمراء العلوش 38 و40 دينار، البرشمي 37 دينار، البركوس 23 دينار، البقري 32 دينار، والدوارة ب 40 دينار. عندنا الدجاج الحي 7000 الكيلو، الدجاج الحاضر للأكل، الدجاج باهي، الدجاج 9600، سكالوب 16900، كويس داندو 10500. بالنسبة للأسماك، السردينة ب 6000، السردينة ب 6000 الأسبوع اللي فات، الأربعة اللي فاتت. أختي نجلة قداش كانت؟ 4000. كانت ب 4000. 4000؟ اي كانت ب 4000. اللاتشا ب 10000، لوراتا ب 17000، التمور كنتيشي ب 2000، والعليك 4000، والزاكله ما بين 8000 و10000. هذا اش عندنا في السوق الاسبوع بابو حاج. فما قبيل قاعد الناس تشري، خاطر لكم الاسوام تحسها غاليه شويه. الاسوام غاليه، انا قلت لك لعدم وجود مراقبه الاقتصاديه. كل واحد يبيع على زيره، كل واحد يبيع على كيفه، فهمتني؟ زادت شويه على الاسوام على الجمعه اللي فاتت هكا ولا الحبيب يظهر لي؟ لا نقصت ثم البطاطا، نقصت البطاطا الجمعه اللي فاتت ب 2500. الجمعه هذه 500. اما كما تعرف اختي نجله الفلاحه كان عندهم الزيتون، كان عندهم مكرميسه نتاع الزيتون وعندهم الفلوس نتاع الزيتون، وبدات تنقص، بدات تنقص الفلوس ومع الزيتون، فهمت؟ الفلاحه كل معنى باعت الزيتون نتاعها، عندها شوية فلوس صرفتها، ما زالت لها شوية مخليتها لسيدي رمضان باش تصرف في سيدي رمضان. هذيك هي الفلاحة، نحن بوحجلة لهنا كينا يعيشوا على الفلاحة، هذيك هي خدمتهم. منطقة فلاحية خاطرها، منطقة فلاحية يعيشوا على الفلاحة. إن شاء الله ربي مع الفلاحة الكل، إن شاء الله الناس اللي توا قز ربي ماشية باش تقضي، إن شاء الله تعبيك القفيفة وتروح طيب الفطور. لحبيبي ما عندكش هكا فكرة اليوم شنو الفطور؟ الفطور والله بزاف ما نعرفش، خرجت المدام للسوق ما نعرفش بالضبط. خرجت باش تقضي ياك ولا؟ اكيد. شكرا ليك مراسلنا الحبيب على كل هذه التفاصيل في فقره بون مارشي. بون مارشي.